السلام عليكم في هذا المساء الجميل، هذا المساء الرائع، هذا المساء الأنيق. خلوني أتذكر أغنية غناها محمد عبده لما قال هذا المساء للحب، هذا المساء للحب، للشوق، للمواعيد، هذا المساء في القلب شمع وغاني وعيد. فعلا هذا المساء لنتقرب مع من نحب، لنكسر الحواجز، لنكسر المسافات. الحب شيء جميل في الحياة، نحن وجدنا في هذا الحياة من أجل الحب، وراح نعيش من أجل الحب، وراح نبقى من أجل الحب. الحب كلمة صغيرة جداً لكن معناها كبير كبير جداً. لو جلست من اليوم إلى مطلع الشمس باكر ما راح أقدر أوفي كلمة الحب ولا أقدر أشرح الحب. حب الوطن أجمل شيء ممكن إحنا نشوفه في حياتنا، وهذا اللي شفناه من إكسبو 2020 لما سطروا إكسبو 2020 دبي رسالة إلى دولة الإمارات، لما سطروا في هذه الرسالة عن حب الإمارات وشرحوا فيها أجمل وأغلى المعاني في حب دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، حب الوطن هو أجمل شيء ممكن احنا نشوفه. حب الوطن، حب الأخ، حب الزوجة، حب الخطيبة، حب الأب، حب الأم، حب المجتمع، حب الحياة، حب الحبيب طبعا، وحب الحبيب أجمل وأجمل. وكذلك لما أقول لكم الحب يبني لنا روحا، فأحبابي لم تمنعوهم بأبواب وحجابي. اليوم المسافات كلها تتقرب من بعض. لو أنت كنت في دولة وحبيبك في دولة، أعتقد أن هذه المسافات كلها راح تسقط، تكونون يم بعض وتكونون قراب من بعض، لأن الحب لا يؤمن بالمسافات ولا بالعادات ولا بالتقاليد. الحب له قانون خاص هو اللي يطغى على الجميع. الحب شيء جميل يا أخوان في الحياة. خلونا نعيش الحب، خلونا نعيش الحياة، أو خلونا نعيش الحب إن أصح. الحب، ماذا أقول أكثر عن الحب؟ شو تبوني أقول؟ أنا جاي وأنا ما محضر عن الحب، تدرون ليش؟ لأن أنا أعرف أسهل شيء ممكن أتكلم فيه اليوم هو عن الحب. الحب ما يحتاج تحضير. لو رحت اليوم أنا عند أي شخص قلت له كلمني عن الحب راح يتكلم بكل طلاقة وبكل سلاسة، لأن الحب أسهل شيء في الحياة وأجمل شيء في الحياة. الحب ما يحتاج أي شيء غير النية الصافية اللي في قلوبنا. كيف ما قلت لكم، حب الوطن هو أجمل شيء نحن ممكن نشوفه في حياتنا. وحب، واللي شفناه هذه الرسالة اللي سطرتها إكسبو 2020، رسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرت فيه عن عميق حبها لهذا الأرض التي راح تستضيف أكبر حدث على الإطلاق تشهده المنطقة حتى اليوم. وفي يوم 14 فبراير راح يرسلون إكسبو 2020 هذه الرسالة المخطوطة باليد التي راح تحمل في طياتها معاني الحب والالتزام والأمل بمستقبل مشرق إلى دولتنا المضيئة والمضيفة عفوا، التي كانت ولا تزال تمد بيدها بالخير والحب والعطاء لنا جميعا، وفيها الكل يعيش سعيد في هذه الأرض الطيبة. العالم كله راح يجتمع في إكسبو الدولي اللي راح يكون في شهرين، شهر أكتوبر 20 وأبريل 2021. راح تحمل هذه الرسالة في ثناياها حبا وتقديرا غامرين لكل من ساهم في هذه الرحلة المشوقة التي راح التي بدت قبل 5 سنوات عندما فازت دبي بشرف استضافة إكسبو 2020. والحين نحن راح نجدد هذا الوقت وهذا الحب لكل إنسان يعيش على أرض الإمارات، ولكل إنسان راح يينا في إكسبو 2020. راح نقول أنتم في أرض السلام، في أرض التسامح، في أرض الحب. خلونا نشوف وياكم. كأننا بالأمس فقط خطونا خطواتنا الأولى في رحلتنا هذه. أتصدقين؟ مر أكثر من 5 أعوام منذ تلك اللحظة. أتذكرين الاحتفالات التي عمت الأرجاء في المدارس والمكاتب والساحات والمنازل وحتى القلوب؟ أتذكرين المشاعر التي غمرتنا حينها؟ وكيف لنا أن ننسى لحظات البهجة والسعادة والفخر حين عرفنا ما يلوح في الأفق، وكيف أن الأروع لم يأتي بعد؟ خطوة تلو الأخرى يقترب بنا الزمن، وعقارب الساعة تجري نحو موعدنا وتتعالى على وقعها دقات قلبي ليسمعها القاصي والداني بانتظار وصول العالم، كل العالم، إليك حبيبة الإمارات. من كل قلبي أشكرك وأعتز بك وأفخر بك وأثمن وافر دعمك وخالص محبتك. لولاك لما عانقت أحلامي السماء. أنا اليوم مثلك،
أنتظر بفارغ الصبر. لقي الملايين الذين سيتوافدون على أرضنا الطيبة من كل حدب وصوب لنرحب بهم معا، وأعاهدك بأن تكون أيامنا أيام فخر تسجل بحروف من ذهب في ذاكرة التاريخ. مع حبي، إكسبو 2020، إكسبو الإمارات. نعم، أحبك يا أرض الإمارات، أرض السلام والحب وأرض الخير. مشاهدينا الكرام، معنا في حلقة اليوم المرأة الإماراتية، أيقونة النجاح والتميز في مختلف المجالات، وراح نشوف الجديد في مبادرة عش العربية في نسختها الرابعة، وتكريم الموارد البشرية في الفجيرة في فعاليات و101 فكرة، وراح نشوف نظرة الأمل، ابتكار يعيد الأمل نظارة الأمل اللي يعيد الأمل لمرضى العش الليلي. هذا العش الليلي عفوا ليالي. هذه الأخبار اللي هذه الفعل الموجود عندي اليوم من مواضيع حلوة. شو الآخر الأخبار الموجودة عندك؟ الحب والمحبة بالبداية لك عبد العزيز ولكل المشاهدين الكرام، واسمح لي باسمي وباسم كل الوافدين الذين يقطنون على هذه الأرض الطيبة أن نقول بدورنا: نعم نحبك يا إمارات العطاء، نعم نحبك يا أرض التسامح، لا بل ونعشقك أيضا. نتابع هذه الجولة الإخبارية عبد العزيز. شكرا لك. 14 من فبراير 2019، أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذا الاستعراض الإخباري. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي. وأكد سموه في هذه المناسبة أن مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخما جديدا بأفكار خلاقة وإضافات مبدعة تثري تجربة الحياة فيها ترسيخا لمكانتها كمدينة عالمية من الطراز الأول، مستندة في توثيق تلك المكانة إلى حلول ترعى احتياجات الناس وتعنى براحتهم وسعادتهم التي سوف تظل دائما الهدف الأسمى وراء كل ما تشهده دبي من مشاريع ومبادرات وخطط تطال كافة القطاعات بما فيها قطاع الطيران الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل العالم. حيث جرى خلال حفل أقيم أمس في حي دبي لتصميم الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها والتحول من مشغل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبر عن التزامها في جعل مطار دبي الأكثر كثافة في العالم. على صعيد آخر، انطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا من إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا الصديقة. وبحث سموه ورئيس الوزراء الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في المجالات كافة. واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية. في شق مغاير، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارات أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان برئاسة جبر محمد غانم السويدي. ونص القرار على عضوية كل من سيف بدر القبيسي نائبا للرئيس وسيف علي سيف القبيسي وعبد الله عبد الحميد الساهي وعلي جاسم المزروعي وعلي الحاج عبد الله المحيربي. على المستوى الخارجي، شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع بالعاصمة البولندية وارسو، وذلك لبحث الوضع في اليمن، حيث أكد الوزراء على الالتزام بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن وعلى تأييدهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2020
2018. وفي هذا الإطار شدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشددين على عدم اللجوء لأي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع وتنسيق الوثيق فيما بينهم. أصدر سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله قرارا بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للحفل الختامي لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع. وبحسب القرار سوف يترأس اللجنة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، التي تضم في عضويتها كل من السادة فيصل جواد نائبا للرئيس، وصالح محمد حسن الضنحاني، وسعيد محمد علي الحساني، وخالد عبد الله، محمد الضنحاني، وحسين البادي، وأمجد بدر، وكمال عياصرة، على أن تقوم اللجنة بالإعداد للاحتفال الكبير بهذا العرس الأدبي الإبداعي الذي تنتظره الإمارة تعزيزا لمكانتها على خارطة الثقافة العربية. في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية، اختتم أمس التمرين المشترك تعاون 2 الذي استمر لمدة أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العماني، بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة مع سلطنة عمان الشقيقة للقيام بعدد من المهام التدريبية لتطوير العمل المشترك بين الجانبين في ظل التحديات الحالية في المنطقة، وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة من خلال استمرار التدريبات بين الجانبين. ختام الموجز الإخباري مشاهدينا، أتمنى لحضراتكم ولزميلي عبد العزيز عطلة نهاية أسبوع هانئة وسعيدة. شكرا لك زميلتي ليالي. طبعا بما أننا نحن في أرض الإمارات، أرض التسامح وأرض الخير، واللي يعيش فيها أكثر من 200 جنسية مختلفة، وهذا اللي قاعد نحن نشوفه في الجامعات وفي المدارس وحتى في الشارع. الحلو أن جامعة عجمان سوت فعالية يوم الجاليات، واللي استقطبوا فيها مختلف الجاليات اللي موجودة في الجامعة، وظهروا فيها الثقافات المختلفة اللي موجود فيها من الطلبة. الطلبة من مختلف الجنسيات أظهروا فيهم، كل 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 الطلبة اجتمعوا، كل طالب قام يبين دور دولته ويبين ما هي دولته وثقافات اللي موجودة في دولته. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم في يوم الجاليات اللي كان في جامعة عجمان. احنا فعالية سنوية عندنا يكون مشارك فيها كل طلبة الجامعة من الجنسيات المختلفة اللي هم عددهم 40 جنسية. الهدف من الفعالية الحقيقة بنوري التنوع الثقافي اللي موجود بداخل الجامعة. التنوع الثقافي ده والطلبة بيعملوه بيعتبر فعالية لا صفية مهمة، بتنمي فيهم روح التعاون والحاجات اللي زي الريادة والمبادرة، بحيث ان هو الحاجات التطوعية اللي بتظهر اجمل ما في الثقافات اللي موجودة عندهم. الفعالية بيبقى متخطط ليها دايما في الوقت ده من الموجود من السنة. قبل كده كنا بنعملها جوه، عملناها النهاردة بره لان الحجم اكبر والفعالية زادت عن السنة اللي فاتت سواء من حيث عدد الجاليات او عدد المشاركين. الفعالية الحقيقة السنة دي كمان بتاخد بعد خاص عشان هي موجودة في عام التسامح. عام التسامح اللي هو التعايش، فما فيش أجمل من أن يكون الجميع متعايش فيما بينهم وموجودين في الجامعة. الجامعة الحقيقة من المجتمعات اللي ما بتعرفش لا حدود في الشعوب ولا حدود ما بين الدول، ولكن الكل بيعمل في مهمة واحدة وهي مهمتنا الأساسية وبناء الإنسان. فكرة الجاليات اللي هي تقريب، انه نقرب ما بين الجاليات الموجوده في داخل الجامعه، انه ما نقتصر فقط على الدراسه، لا، بدنا احنا الانشطه الطلابيه انه احنا نقرب بالعادات زي ما بنشوف العادات والتقاليد ما بين الطلاب. انا كاردني انا بعطي شو عندي عادات تقاليد، حتى انه صديقي المصري صديقي المغربي يعرف شو هي العادات والتقاليد. وما شاء الله احنا عندنا في الجامعه يعني عده جنسيات من كل دول العالم العربي، برضو في عندنا جاليات من دول اخرى كلها مشاركه في هاي الاحتفاليه. الحقيقه
هو أحد الفعاليات المهمة اللي بتقوم فيها الجامعة فرع الفجيرة، والهدف منها طبعا إحياء التراث لكل المنطقة من كل المنطقة العربية لكافة الطلبة من كل الجنسيات. طبعا بيضم المعرض أو بيضم يوم الجاليات معظم النشاطات لمعظم الجنسيات اللي موجودة عندنا. في عندنا من منطقة المغرب العربي، في عندنا من منطقة شبه القارة الهندية، في عندنا من منطقة العراق، في عندنا من منطقة سوريا الجالية السورية، في عندنا برضو كمان من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى منطقة مثلا بالإضافة إلى الجناح الإماراتي دول مجلس التعاون الخليجي بتضم الجالية العمانية السعودية الكويتية. طبعا تم وضع لجنة مشرفة برئاسة مدير الجامعة، الهدف منها عملية التنسيق لمثل هذا اليوم. النشاط بيقوم على مدة يومين، اليوم الافتتاح طبعا الهدف منه هو عملية ربط ما بين الطالب وما بين التراث الوطني، وبنفس الوقت الهدف منه أن يكون الجامعة حافز لكل هؤلاء الطلاب أنه والله يا أخي الهدف منه أنه أنا بشجعك على أنك أنت ترتبط أكاديميا ولا منهجيا ما بين النشاط الجامعي وما بين النشاط اللامنهجي. نلتقي في هذا اليوم يوم الجاليات الذي درجت جامعة عجمان مقر الفجيرة على إقامته سنويا، ويصادف هذا اليوم إحدى فعاليات هذا اليوم في عام التسامح. عام التسامح هذه الفعالية التي أطلقها رئيس الدولة سموه خليفة بن زايد آل نهيان ليكون هذا العام عام التسامح. يا أهلا وسهلا فيكم. راح نروح لمبادرة جائزة 101 فكرة اللي انطلقت في عام زايد، واللي هي كانت من اللي شفنا فيها مبادرات وايد جميلة ورائعة. وطبعا برنامجكم 7 على 7 فاز في جائزة منها، وفاز في مبادرة منها. وكذلك نبارك للموارد البشرية تكريم الموارد البشرية في الفجيرة في فعالية 101 فكرة، نبارك لهم. وراح نتكلم أكثر عن الموضوع هذا معاي في الاستوديو هنا آمنة الحساني مسؤول الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية بالفجيرة. مرحبا، اهلا وسهلا فيك، نورتينا وشكرا على استضافتكم في قناتنا المتميزه قناه الفجيره. اهلا وسهلا فيك. كيف ما قلتي هذه قناتكم، مبروكين اول شيء على التكريم والفوز. الله يبارك فيك. زين، لو تعطيني نبذه عن دائره الموارد البشريه بالفجيره. دائره الموارد البشريه طبعا انشئت بتوجيهات من سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الله يحفظه. الله يحفظه. في عام 2005 بمسمى دائرة شؤون موظفين. نعم. في 2007 استبدل المسمى إلى دائرة موارد بشرية، وأوكلت لها مهام واختصاصات بموجب نظام الخدمة المدنية لحكومة الفجيرة. صحيح. لها عدة اختصاصات أو جوانب. أقدر ألخصها بثلاث جوانب. الجانب الأول يعني يختص في شؤون الموظفين في حكومة الفجيرة، يعني الرحلة الوظيفية للموظف من بداية تعيينه لإنهاء خدمته. الجانب الثاني يتحدث أو يتعلق باستقطاب الباحثين عن الوظيفة وإيجاد الفرص لهم، فرص العمل. صحيح. من خلال تقديم البرامج ورش العمل، المعارض. هي. مثل معرض الفجيرة الدولي للتعليم والتوظيف. الجانب الأخير هو جانب يتعلق بالأنشطة والبرامج داخل وخارج الدولة، كبرنامج صيف المعرفة في لندن، كذلك برنامج اللغة في سويسرا. كل هذا تقدمه دارس الموارد البشرية وتختصه. وانتو بعد تساعدون الموظفين، كوني أنا موظف حكومة الفجيرة ساعدتوني بطاقة سعادتي. أيوة صحيح. يعني أنا سعيد جدا بهذه. أيوة. البطاقة. الحمد لله والله الحمد. زين، كلميني على حصولكم على الجائزة هذه، كيف حصلتوا على جائزة مبادرة 101 فكرة؟ طبعا الجائزة أصلا ترشحنا أو رشحنا أنفسنا فيها، فهاي المبادرة أصلا أطلقها أو كانت برعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الله يحفظه. كان هدفها هو
الشكر، شكر المؤسسات الحكومية، الأفراد الذين يعني قدموا مبادرات وقدموا صحيح. برامج متنوعة في عام زايد. صحيح. يعني احتفاء بعام زايد. صحيح. احنا كدائرة الموارد البشرية دائما ننظم معرض الفجيرة الدولي للتعليم والتوظيف، ولله الحمد يعني في استقطاب عدد من الزوار كل سنة، فيه جهات مشاركة من داخل وخارج الدولة. صحيح. فبما أن عام 2018 كان عام زايد، طبعا كان عندنا ركن خاص بهذه المبادرة، فعملنا ركن يتحدث عن سيرة الشيخ زايد من الله يرحمه، من مولده وحتى وفاته رحمة الله عليه. في كل سنة أنتم ما شاء الله، والمعرض هو سبب الفوز، يعني فكرة المعرض أو المبادرة اللي قمتوا فيها في المعرض هي كانت سبب الفوز. أيوة هي الفكرة. أوكي راح نتكلم أكثر لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ومن بعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. يا هلا وغلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية ونكمل حوارنا مع ضيفتنا آمنة الحساني، مسؤول الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية بالفجيرة. يا أهلا فيك. لو تعطيني شو هو أهمية هذا التكريم بالنسبة للدائرة؟ هذا التكريم برز المستوى اللي فيه دائرة الموارد البشرية، وطبعا شجعها للاستمرار في هذا التميز والتقدم، وشجع الموظفين أيضا في تقديم المبادرات والمشاركة في الفعاليات بشتى أنواعها. زين، نحن قبل الفاصل كنا نسولف عن حصولكم على الجائزة، بس طلعنا الإعلان شوية نسينا وسولفنا وتيم. الجائزة هذه تعني لكم الكثير كيف ما قلتي أنت، وكان السبب فيها المعرض، معرض التوظيف والتعليم اللي تسوونه. بصراحة شو تشوفين المعرض هذا كيف الناس استفادت منه في الفجيرة؟ بالعكس، معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم يعني بشيئين، يعني بتوظيف الباحثين عن عمل وأيضا في التعليم. إذا في ناس حابة أنها تستكمل دراستها خارج الدولة، صحيح، ونسبة كبيرة منهم. أيوة احنا نوفرهم جامعات من شتى أنحاء العالم دوليا، فهالشيء كان مميز في معرضنا ولله الحمد. يعني وفي زوار ما شاء الله يعني بالالاف ما شاء الله، من مختلف يعني حتى تشوفين من امارات ثانيه موجودين. زين، عندكم مبادرات ثانيه وافكار ثانيه طرحتوها في عام زايد تخص عام زايد؟ احنا مش بس مبادرات، احنا اصلا في عام 2008 وصلنا لمرحله يعني تميزنا من خلال تقديم البرامج والانشطه. يا سلام. يعني احنا عندنا برامج كل سنة نطرحها، مثل ما قلت لك برنامج صيف المعرفة لندن. هذا يستقطب عدد من المشاركين فيه ولله الحمد. أيضا في عام 2018 حصلنا على شهادة الآيزو ما شاء الله في الجودة والصحة والسلامة والبيئة أيضا. زين، شو هي خطتكم المستقبلية في إدارة الموارد البشرية؟ طبعا احنا يعني تخطينا ان العمل الروتيني في الدائره لا شك صحيح، وصلنا الى مرحله الارتقاء في دائره الموارد البشريه. الحين نحن يعني وصلنا الى مرحله التحول الرقمي ولله الحمد. كيف تشوفين دعم الدوله للافكار والمبادرات اللي قاعد تقومون فيها، وحتى التطور اللي قاعد نشوفه نحن في اداره الموارد البشريه؟ طبعا الدعم والتشجيع والتحفيز من قيادتنا رشيدة، من دولتنا الله يحفظها، الله يحفظها، يعني خلينا نتشجع صح. ونشارك في المبادرات والفعاليات ويحفزنا، لأن احنا يعني نحقق رؤية الإمارات ونسعى إلى تحقيق استراتيجيات الدولة أيضا. صحيح. عام زايد كان أجمل عام مر علي أنا بصراحة من الأوامر اللي انطلقت، فعاليات وايد كانت في مختلف المؤسسات ومختلف الدوائر الحكومية حتى والخاصة. أيوة صحيح. أنتوا تميزتوا وفزتوا بالجائزة هذه. أيوة صحيح. بسبب معرض التوظيف. ولله الحمد. وأعتقد عام التسامح بعد هو مكمل عام زايد.
إن شاء الله. شو ناويين تسوون في عام التسامح إن شاء الله؟ طبعا إحنا عندنا خطط لعام التسامح إن شاء الله. أولها المشاركة في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ابتكار. والباقي إن شاء الله خليها تكون مفاجأة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. معرض المعرض التوظيف والتعليم اللي كان في 2018 خصصته مكان خاص أو مكان أنت قلت ما قلتي. أيوة. تم عرض سيرة الشيخ زايد رحمة الله عليه. أيوة. منذ طفولته حتى وفاته. حتى وفاته الله عليه. ولم يقتصر هالشيء فقط. كان في مكتبة فيها كتب تتحدث عن الشيخ زايد، عن قيام الاتحاد وعن دولة الإمارات. يعني هو كان ركن خاص. أيوة. في صور وفي كتب وفي إنجازات أيضا الشيخ زايد، في الجوائز التي حصل عليها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد الله يرحمه. يعني كان يعني المعرض مأخذ يعني خذ طابع عام زايد. زين، نحن في عام التسامح، شو راح يكون في ركن خاص بخصوص هذا العام إن شاء الله تعالى؟ إن شاء الله راح يكون ركن خاص في التسامح إن شاء الله. زي. مبادرة في التسامح، ودائما دائرة مواد بشرية راح تعطي الأكثر وأكثر وتتميز إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا اللي نحن قاعد نشوفه في أرض الواقع. إن شاء الله. أستاذة أمنة الحساني، مسؤول الشؤون القانونية في إدارة الموارد البشرية بالفجيرة، شكرا لك نورتينا. تسلم. يا أهلا وسهلا فيك. راح نروح لوادي الحلو، أيام فعالياتهم اللي شفنا فعاليات أيام وادي الحلو، واللي كانت في أيام مهرجان أيام وادي الحلو للشلة الشعبية. طبعا كان شيء جدا رائع وجميل، ونحن غطينا لكم الحدث واستمتعنا، وراح نشوف وياكم الحين فقرة المزيود، فرقة المزيود. خلونا نشوف وياكم فرقة المزيود. شرفت فرقة المزيود اليوم بالمشاركة في الأبريد في وادي الحلو. نشكر المنظمين على هالتنظيم الرائع. طبعا نحن مش أول مرة نشارك عندهم، نحن موجودين باستمرار إن شاء الله، وعلى الدائم نكون موجودين وياهم كفرقة حربية لها تاريخ ولها مشاركات، عدة مشاركات داخليا وخارجيا. فرقة المزيود فرقة تراثية حربية تتمثل بشاعرها المتميز سعيد المزيود والرزيفة الثانيين وجملة الشعر الموجودين فيها، وكذلك الفنيين. المشاركات هذه طال عمرك تثري المجتمع كمجتمع، ان نحن نراقي مجتمع دولة الإمارات اللي ما نقدمهم من الفن الأصيل اللي نقدر نقول انه يندرج تحت فن دولة الإمارات، تحت تراث دولة الإمارات. وإن شاء الله نحن في هاي العروض نكون عند حسن ظن جمهورنا، يكون جمهورنا الراقي اللي يثرينا بنفس الوقت هو بآراءه، ويثرينا حتى بانتقاداته نحن بعد قابلين فيها إذا في انتقادات، ولكن نحن متأكدين أن الحب موجود عند جميع. وكفرقة حربية تراثية تمثل هذا الوطن الرائع، وتمثل كوجودنا نحن كاستمرارنا كاستمرار التراث. ما يدخل على التراث شيء، تم التراث مستمر من الجيل السابق إلى الجيل الحالي، وإن شاء الله الجيل المستقبلي نكون مستمرين على نفس المسار وعلى نفس العرض اللي نحن نعرضه، وإن شاء الله يكون في تقدم مستمر لنا وللجميع إن شاء الله. مشاهدينا، من وادي الحلو إلى دبي وعش العربية، إن شاء الله قلتها أنا صح، هو برنامج تنظمه نخبة من معلمي المدارس الخاصة بدبي لأقرانهم المعلمين. طبعا وهذا في عام الرابع على التوالي، وهذه السنة تحت شعارهم الصف المتجاوب. معاي عبر الهاتف دكتورة كلثم كنيد، دكتورة كلثم كنيد مدير إدارة الأبحاث في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدير مبادرة عش العربية. أهلا وسهلا.
حياك الله. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا دكتورة. كلمينا عن عش العربية. نعم، يمكن هو الاسم شوي غريب وايد بس معناته أن اللغة العربية هي لغة حياة. هي اللغة التي تحتاج ممارسة، يعني ما مو مجرد في الكتب، فلا بد من ممارستها، فلا بد أن الطلبة يتعرضون لها بطريقة أن في النهاية تكون ممتعة بالنسبة لهم. وحلو اسم عش العربية، يعني نعيشها، يعني هل مقصد منها؟ نعم. نعم. زين، عدد المعلمين المشاركين في هذا العام؟ بس خلني أشرح لك. هو الملتقى يعني هو برنامج كامل. أوكي. في ثلاث ملتقيات. زين. وعندنا برامج مختلفة، ثلاث ملتقيات على مدى السنة الدراسية، وكل ملتقى يحضرون تقريبا 200-250 معلم. طيب. من شريحة المعلمين، يعني أساسا هم معلمين اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس دبي، بس بعد في اهتمام من الإمارات الثانية يحضرونه. زين، المبادرات والأنشطة اللي أنتم تقومون فيها بالسنة هذه بالأخص؟ نعم، العش العربي مثل ما قلت لك هو مبادرة بدأت كملتقى، بس الحمد لله خلال الثلاث سنوات اللي فاتت قدرنا نوسع، فأصبح مظلة للمعلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية عشان يشاركون أفضل الممارسات. مثلا بالإضافة للملتقى فعندنا مشاريع ثانية، منها مثلا البحوث الإجرائية. البحوث الإجرائية المعلم يتحول إلى باحث، يشوف شو مشاكل صفه ويحاول يحلها. هذا حين احنا في السنة الثالثة، والحمد لله هاي السنة تحت رعاية جامعة زايد، يعني في دكاترة من جامعة زايد يدربون معلمين اللغة العربية عشان كتابة البحث الإجرائي لحلول مشاكلهم. بعد في عندنا مشاريع أخرى، وكلها تصب في أن المعلمين يتعاونون مع بعض، بحيث المعلم اللي عنده ممارسة جيدة باقي تعرف، يعني انت ما اعرف اذا عندك فكره، مدارس دبي هي عباره قطاع خاص. صحيح. مدارس دبي خاصه، فكيف نخليهم يتعاونون؟ يعني بدال ما يكونون متنافسين يكونون متعاونين مع بعض. دكتوره تفضلي. تفضلي دكتوره كلثم. دكتوره كلثم، دوما في مشكله ان احنا نعاني منها، دوما في كل الحصص اللغه العربيه تكون اكثر حصه ممله. ندخل الحصة نحن متحمسين، خلاص نتريى متى تخلص. نعم. جيل ورا جيل. هذا صحيح طبعا. هذا يأتي من أمور كثيرة، أن معلمين اللغة العربية يأتون من بلدان عربية مختلفة. صحيح. مدربين بطريقة معينة، عندهم تصورات معينة، حتى الدراسة اللي يأخذونها بطريقة معينة. يون الإمارات مجتمع مختلف تماما. صح. في بعض عندنا بعض المدارس عندنا يكون فيها اكثر عن 60 جنسيه، يعني يدخل الصف ممكن يكون في الصف كل قالب جنسيه. صحيح. فهذا ياخذ وقت ان المعلم يبتدي يتاقلم، وهذا هو دور عش العربيه، ان يبتدون يفهمون ان البيئه مختلفه تختلف تماما. فطبعا تاقلم البشر البيئات مختلفة عن اللي متعودين عليه ياخذ وقت، بس الحمد لله شفنا وايد في تغييرات. تقارير الرقابة في مدارس دبي توضح ان في تطور، بس دائما التطور في التعليم ياخذ وقت. زين. وهذا بعد دور من ادوار عش العربية، ان يساعد المعلمين على تغيير نظرتهم. دور المبادرات هذه في ارتقاء المعلمين وايد يساعدهم انهم يرتقون بادائهم. شوف، يعني هو المقياس الاساسي في مدارس دبي للارتقاء هو جهاز الرقابه وتقارير الرقابه. احنا دورنا داعم، يعني عش العربيه احنا ندعم المعلم، انت شو تحتاج، انتوا كيف ممكن تتعاونون، فاحنا نهيئ لهم المنصات. صحيح. الأماكن، مكان يتقون فيه، ملتقى مثل يوم السبت بتكون تظاهرة جميلة للغة العربية، بشوف المدرسين، حتى في ناس، حتى في مدرسين من الشارجة بيحضرون، في أحيانا نيون من أبوظبي، وشو يعني أنا كم أكون سعيدة بهم لأنهم موجودين في مكان واحد. حلو.
حلو. يتناقشون في مهاراتهم، يتناقشون كيف ممكن يطورون أدائهم. يعني أكون ساعات أقولهم أنا أحس نفسي كأني أم العروس. ما شاء الله، إن شاء الله. لأن أنا احتفال جميل. أنا مش مدرس، بس أنا أحب اللغة العربية، راح أحضر، حاول أحضر إن شاء الله. حياك الله. الله يسلم. خبرني متى بتي علشان نستقبلك ونراويك الأشياء الجميلة إن شاء الله تعالى. مثلا على سبيل المثال من الأشياء الحلوة اللي هو الحصاد المرئي. الحصاد المرئي هو عبارة عن تسجيل بالرسومات للمحاضرات. إن شاء الله. إحنا دربنا مجموعة من المعلمين، هم زاخينة، إحنا هم اللي ماسكينه. جميل. فيسجلون لك المحاضرات بالرسم. شيء جميل. أقول لك في أشياء وايد جميلة. أنا يعني أثير أحس هذا اليوم متعب للغاية، لكن فيه فرح شديد لأن تحس أن فيه اهتمام باللغة العربية. فعلا. يعطي. وحياكم الله، أتمنى فرحتون إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتورة كلثم كنيد، مدير إدارة الأبحاث في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدير مبادرة عش العربية. شكرا لك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. حياك الله. مع السلامة. مشاهدينا فاصل وبعدها راح نواصل وياكم، خلوكم ويانا. يا هلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية. قصص كثيرة تدعو للفخر والاعتزاز اللي قاعد نشوفها من أبناء الوطن، واللي دوما نحن نفتخر فيهم نعتز فيهم في جميع الساحات الرياضية والعلمية والثقافية والأدبية. معاي قصة من قصص اللي دوما نحن نفتخر فيها وحققت نجاح باهر، دكتورة مريم اليماحي، أكاديمية وباحثة في علوم الكمبيوتر. يا أهلا وسهلا. أنت اللي استقبلت صاحب السمو حاكم الفجيرة الله يحفظه ويرعاه، شو يعني لك هذا الاستقبال دكتورة؟ اولا اخ عبد العزيز، مساء التسامح، مساء الخير على الجميع المشاهدين. شكرا جزيلا لقناه الفجيره على استضافتي. حبيبي قناتك. ثانيا، حقيقه استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي حفظه الله لي في مجلسه كان اكبر جائزه بالنسبه لي، وحسسني فعلا بقيمه الانجاز اللي قدمته وبقيمه التعب اللي تعبته في طوال مده دراستي في امريكا. فكان فعلا استقباله استقبال أب حنون لأبناء أهل المنجزين. أيضا كان استقبال معلم وقائد وملهم، يعني شرفني كثيرا أني أنا أهديه نسخة من شهادة الدكتوراه أو من رسالة الدكتوراه اللي تعبت وأنا أقدمها. حسسني بإنجاز مهم كوني بنت من بنات الفجيرة وبنت من بنات الإمارات. نحن محظوظين بابتسامة سيدي ووالدي الشيخ حمد بن محمد، ابتسامته الأبوية هذه لما نحن نروح نسلم عليه ولما نحن نشوفه، ولا أي واحد لما يحقق إنجاز ويروح بكل فخر عند أبوه يراويه هذا الإنجاز. صحيح. فأنا يعني تمنيت إن شاء الله أكون يوم من الأيام مكانك وأروح أحقق شيء مثل اللي أنت حققتيه. صحيح. أنت أول إماراتية تحصلين على ما بعد الدكتوراه في علم الكمبيوتر. نعم. شو هو لو شرحتي لي شو هو ما بعد الدكتوراه؟ للأمانة وأنا أشرح للشيخ الوالد حمد بن محمد عن موضوع ما بعد الدكتوراه، ذكرتني موضوع الابتسامة. الابتسامة هي اللي خلتني فعلا أحس بقيمة الإنجاز هذا، وأنا أشرح لموضوع ما بعد الدكتوراه. طبعا رسالة الدكتوراه هي تقريبا أعلى شهادة علمية، لكن الحمد لله تمكنت بما أني أقدمت على براءة اختراع في شهادة الدكتوراه أني أكمل ما بعد الدكتوراه كأستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن الأمريكية. ما شاء الله. فأكملت بحوثي لمدة عام في الجامعة، وكان هذا أول يعني أول مسيرة إنجازات بحوث في علوم الكمبيوتر لي كإماراتية. وأنت خذيتي أفضل اختراع علمي في واشنطن. صحيح. هذا يعني ما شاء الله عليك دكتورة، جوائز أمور كلها قيمة. كلميني عن هذا الاختراع. طبعا في شهادة الدكتوراه لازم نأتي بشيء جديد. أوكي. فكون تخصصي في علوم الكمبيوتر، الحمد لله قدمت على براءة اختراع كمحرك بحث، محرك البحث المتعارف عليه مثل جوجل. أوكي. مثل بينج. لكن اختراعي كان عبارة عن محرك بحث مختلف من نوعه. أوكي. استغنيت فيه عن استخدام الهاردوير ريسورسز اللي هي الكمبيوترات اللي عادة نستخدم فيها البارلل كومبيوتينج،
واللي يستخدموها الشركات ويعني للأمانة مبالغ كثيرة فقط نخسرها على موضوع الهاردوير ريسورسز. لكن الحمد لله استطعت أني أخترع ألغوريثم جديدة بحيث أنها تستطيع أنها تخزن المعلومات وتعيد استرجاعها بشكل أسرع. فلذلك كان شيء جدا جميل وراح. هذا أنت سويتيه في الدكتوراه؟ في الدكتوراه نعم. وبعدين كملت ما بعد الدكتوراه وقدمت على براءة اختراع ثانية تقريبا مكملة للاختراع الأول. شو هي الثانية اللي سويتي براءة الاختراع اللي سويتيها الثانية؟ براءة الاختراع الثانية كانت عبارة عن سيستم كامل متكامل من بداية استقبال المعلومة إلى نهاية استرجاعها. نحن الحين في شهر الابتكار وأسبوع الابتكار بالفجيرة راح يكون الأسبوع الجاي إن شاء الله دكتورة. بإذن الله. وأنت طبعا مثل أعلى للشباب اللي مشاركين بابتكاراتهم وغيره. شو يعني شو أهمية الابتكار اللي إحنا قاعد نشوفها مجتمعنا؟ أهمية الابتكار والشباب اللي مبتكرين، لو قلت لك وجهي رسالة لهم شو راح تقولي لهم؟ الابتكار هو عبارة عن مسيرة وثروة استدامة دائمة لبناء الدول وتقدمها. وهذه كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ملهمنا في الابتكار. الابتكار اليوم ما عاد خيار وإنما أساس لابد أن يعني نتمكن من تطبيقه في كل مجالاتنا الحكومية. الفرق بين تقدم بين خسارة شركة ضخمة مثل نوكيا وتقدم شركة أعظم مثل أبل كان شيء واحد فقط، اللي هو الابتكار. يا سلام. لذلك الابتكار يصنع أمم، فلا بد أن نتبنى الابتكار تبني أساسي. فعلا دكتورة، دوما هم يقولون أن يعني نحن دوما درسنا في الجامعة وغيرها أن لازم نحن نحافظ ونطور من أنفسنا. أنت قلتي كلمة وايد حلوة، الابتكار خلى من شركة عادية تصبح من أكبر شركات العالم، وشركة ثانية ما حاولت أنها تطور من نفسها صارت الحين خلاص شركة عادية. فالابتكار صحيح. جدا مهم كيف ما ذكرتي. تشوفين الشباب عندنا في الإمارات متجهين نحو هذا المجال، موجودين وداخلين بقوة، ولا تشوفين هم بعاد الحين؟ بالعكس صراحة دكتورة، بما أنك أنت يعني أستاذة في جامعة الإمارات صحيح؟ صحيح. كيف تشوفين الوضع دكتورة؟ للأمانة أنا أشوف أن الدولة وتوجه الدولة يعطي هاي الفرصة للشاب الإماراتي. الحمد لله شبابنا يحذون هذا الحذو. أصبح عندنا الآن الطالب لما يتخرج من الجامعة ما ينظر إلى فرصة عمل أو ينتظر أن تيه الوظيفة، بالعكس يبدأ هو مؤسسته، يصبح رائد أعمال ويبدأ بالمؤسسة اللي هو يخلقها بنفسه. فهذا اليوم كنا ما نشوفه إلا في دول متقدمة مثل أمريكا مثل بريطانيا، بس الحمد لله صار موجود رائد أعمال إماراتي في عمر 20 يكون خلاص مؤسس شركته الخاصة. وهذا إنما يدل على دعم دولتنا، دعم قيادتنا الرشيدة صحيح. في الاستثمار في الإنسان نفسه. لذلك توجه الشباب عائد لهذا الابتكار عائد من تطبيق هاي السياسة. كيف ما ذكرتي دعم الدولة كبير وفي صحيح. مختلف المجالات والأخص مجال الابتكارات. وانت ما شاء الله وصلتي للاختراعات، يعني عدينا الابتكار. تشوفين مستقبل الحاسب الآلي الحين في الإمارات كيف؟ والاختراعات وهذا المجال. أنا لما أقول حاسب الآلي ما أبي أختصره في مجال معين اللي هو الحاسب الآلي. كيف أنت ما قلتي أنتي حصلتي على براعة اختراع في طرق البحث صحيح. وغيره. كيف تشوفين المجال هذا في الإمارات؟ اليوم إحنا نعيش ثورة جديدة من التحول الرقمي، نسميها ثورة الصناعية الرابعة. الإمارات تعتبر من الدول السباقة في تبني هذه السياسة صحيح. بدليل أنها أول دولة تبنت وزير الذكاء الاصطناعي صحيح. وزير الذكاء بالضبط. وزير والذكاء الاصطناعي مجال مهم، يعتبر الوقود بعد الوقود الحالي، وبعد 50 عاما لا نحتاج إلى نفط، وإنما الذكاء الاصطناعي سوف يقود، راح يطلع على كل شيء وراح يكون موجود في كل المجالات صحيح.
ولماذا تتبنى الدول سياسة الذكاء الاصطناعي أو سياسة التحول الرقمي إن كان ذكاء اصطناعي أو إنترنت الأشياء أو البيانات الضخمة؟ كل هذا سوف ينتج عما قريب ناتج محلي بقدر يوازي ما تنتجه الصين والهند معا. فإذا اقتصادنا مثل ما قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد حفظه الله في القمة العالمية للحكومات قبل يومين، قال إن اقتصاد البيانات سوف تغنينا عن عدد هائل من براميل النفط. فلذلك لابد أن نتوجه إلى هذا التوجه، لابد أن نتبنى سياسة التحول الرقمي الجديد هذا. وأنا يالس أول مرة ما بأسأل كثر ما بأسمع منك، لأني أنا الحين أحس أني أنا تلميذ يالس في حضرة الدكتورة، وفي فعلا في كلمة أنت كل كلمة قاعد تقولينها يشهد الله أني قاعد نستفيد وقاعد أتعلم، فجزاك الله خير. دكتورة طبعا رحتي أمريكا ودراستي وغيرها وحصلتي على براءة اختراع وشيء يدعو للفخر، مثلك الأعلى؟ مثلي الأعلى هو الوالد حفظه الله. الله يحفظه. الله يرحمه، يعني رحمه الله. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. الوالد كان مثال بالنسبة لي للكفاح. الوالد كان مكافح جدا. علمني إن الإنسان إذا يبغى هدف ويبغى يوصل لهدفه لازم يكافح. شيء ثاني علمني إياه الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. الحكمة. والشيخ سيف بن زايد حفظه الله اتكلم عن مسيرة حكمة لآبائنا ولقادتنا لما وصلت الإمارات إلى ما وصلت إليه الآن. صحيح. كله من الحكمة. حلو أن الإنسان يكون مكافح ومقدام لكن يكون حكيم في نفس الوقت. صحيح. فهذا ما تعلمته من الوالد، وأتمنى أنه لو كان يشوفني اليوم، هو للأسف يعني الله يرحمه ويغفر له ويجمعنا معاه في أعلى عليين إن شاء الله تعالى. وشيء يدعو للفخر والاعتزاز دكتورة. صحيح. نتمنى لك كل التوفيق، وأنا سعيد جدا أني سويت معك اللقاء هذا. أنا أسعد والله. أنا أسعد. دكتورة مريم اليماحي أكاديمية وباحثة في علوم الكمبيوتر، شكرا لك دكتورة. عفوا. يا أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، راح نروح لسباق كأس صاحب سمو رئيس الدولة للقدرة في نسختها العشرين، واللي كانت بمسافة 160 كيلومتر، واللي قيمت في سباق ميادين قرية الإمارات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مع زميلتنا ليالي. خلونا نروح نشوف. عفوا، مع زميلتنا سهام الشحي. خلونا نروح نشوف. حدث يحدث مرة كل عام، استثنائي لكل المنافسات السابقة والقادمة، ينتظره فرسان العالم أجمع، يستعدون له على مدار عام كامل. إنه السباق الأغلى والأهم في أجندة فعاليات وسباقات ومنافسات الدولة، سباق كأس رئيس الدولة. مشاهدين فرسان الإمارات هم أبطال كل النسخ منذ البداية في عام 2000 حتى 2018، حيث توجت اسطبلات الوثبة بطلة الكأس 7 مرات مع الفارس خليفة علي خلفان الجهوري بطل النسختين في 2013 و2014، واسطبلات الريف بطلة الكأس 3 مرات في 2009 و2010 و2011، والشيخ حمدان بن محمد بطل النسخة 2008 على الفرس كايسنت فراز من اسطبلات العاصفة. وكانت ختام نسخة 2018 اسطبلات الوثبة هي بطلة الكأس، حيث توج الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الفرس 8 من اسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقطع الفارس البطل مسافة السباق في زمن 6 ساعات و12 دقيقة و30 ثانية. مشاهدينا، عدد المشاركين في هذه النسخة العشرين في 2019 313 فارس وفارسة من أكثر من 38 دولة حول العالم اجتمعوا اليوم، وهدفهم الوحيد هو الكأس والناموس. الاستبلات الأبرز دائما في المربع الذهبي،
الوثبة F3, M7 وMRM. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته 20 لمسافة 160 كيلومتر في 6 مراحل والذي أقيم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وكذلك حضر السباق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام للاتحاد. وتميزت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتر أعلام زرقاء بالسرعة الكبيرة وحل البطل سيد أحمد جابر الحربي في المركز 46 وبلغ معدل نبضات جواده القوي 48 نبضة في الدقيقة ليدخل المرحلة الثانية وهو مرتاح. وفي المرحلة الثانية لمسافة 33 كيلومتر أعلام صفراء استفاد الحربي من لياقة جواده العالية ليتقدم إلى المركز 17 وبلغ معدل نبضات قلبه 56 نبضة. طبعا الخمسة خيول هي المرشحة بالنسبة لنا، أما الخيل الثانية يعني نستخدمها كغطاء للفرس. نعم. 8 منت الفرس تعرفي يعني من النوع الحار وشرود تشرد، فنحن مستخدمين الخيل هاي كغطاء، نحاول نخليها تخلص أول مراحل. نعم. أساس المراحل الجاية إن شاء الله تكون تقدر تسيطر عليها. يعني موكب الأميرة نقول. والله يسمونه كذي. خلينا نتكلم طيب عن خيل اتمنتكم، ما شاء الله كانت هي في نسخة 2018 فازت المركز الأول. نعم. هل الوثبة بتحافظ على هالمركز إن شاء الله؟ والله نتمنى، نحن السنة أقدر أقول لك يعني عدينا المرحلة الأولى بسلام. نعم. مثل ما يعني مثل ما خططنا الحمد لله الله وفقنا أن عدينا الفحص، وإن شاء الله نحاول نكمل المراحل الجاية بنفس الاستراتيجية. نعم. خلينا نتكلم عن دعم الشيخ منصور لصبعات الوثبة. الشيخ طال عمرك إن شاء الله عليه يعني دعمه لا محدود واستراتيجية جدا رائعة. نعم. دائما يعني نطمح للمنافسة في مثل هذه المحافل الكبيرة. واصل الحربي تقدمه حيث احتل المركز 11 في المرحلة الثالثة لمسافة 24 كيلومتر أعلام حمراء وبلغ معدل نبضات قلب جواده 53 نبضة في الدقيقة. وتقدم الحربي إلى المركز 8 في المرحلة 4 لمسافة 23 كيلومتر والتي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء، وكانت المرحلة 5 والفاصلة حيث وصل البطل إلى المركز 3 قبل أن يحقق خطواته إلى الصدارة. وتميزت المرحلة الأخيرة كواحدة من أجمل ملاحم السباقات خلال هذا الموسم حين انطلق سعيد الحربي ليتجاوز منافسه سراب بمجهود كبير لينجح باجتياز الفحص الطبي بمعدل نبضات لم تتجاوز 60 نبضة في الدقيقة. حياكم الله مشاهدينا، حاليا نحن في المرحلة الثانية والمتصدر الأول في هذه المرحلة الثانية بمسافة 33 الفارس سالم الكتبي من اسطبلات M7، ومثل ما انتم شايفين بعد كذلك متابعة جميلة من سمو الشيخ شجاع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذا السباق، سباق كأس رئيس الدولة لمسافة 160 المتخللة 6 مراحل، وهي متابعة كذلك من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا السباق الرائع، متابعة جميلة مثل ما عودونا شيوخنا دائما في تواجدهم الدائم معنا هنا في سباقات القدرة الخاصة في دولة الإمارات. مشاهدينا مثل ما قلنا لكم أعداد كبيرة مشاركة اليوم معنا في هذا السباق من خارج الدولة ومن الدولة. أول شيء المرحلة الثانية كانت هي مرحلة يسمونها تيرابورا، هي مرحلة صعبة الواحد يأخذ حذرة فيها كثير، يعني من الطوف المرحلة هاي الأمور تتيسر. البدء الجو بدأ يحر
نحن ماخذين في الاعتبار كل الأمور هاي، الخيل في صحتها جيدة، إن شاء الله نواصل بشكل جيد إن شاء الله. طبعا المنافسة بيننا وبين في ثري ومسفن، هاي الاسطبلات هي اللي دائما تتنافس يعني. نعم المرم في الخط بس شوية يمكن نتأخر 3-4 دقائق، بس يبقى لنا في المنافسة. ترى هذه مشكلة 160 مش نفس السباقات العادية، إذا حصان ما في مخزون ما بيقدر يروح المرحلة الأخيرة، هي الأصعب في 160. هاي الخطة صادرة من صاحب السمو الشيخ منصور ربي حفظه، هو اللي يمسك استراتيجية السباق، يمشي على خطة وعلى نمط واحد. نعم. وعلى حسب مقدريات الخيل الموجودة نتابع خيولنا أول بأول ونشوف حالهم ونرجع للهيستري وراء. نعم. على نظام التمرين وهذا، ونشوف على مصلحة الخيل، يعني كل خيل ياخذ حقه. أكيد. خلينا نتكلم عن خيل سراب. سراب الحصان هذا أنا راكب لنا سباق كأس الوطني. نعم. وكأس الإمارات جاي في أول، حصان تميز بالخبرة. نعم. على حسب مرور السباقات اللي طافت يعني الحصان جاهز من 60 يوم. نعم. إن شاء الله ربي يوفقه، يوفق أخوي عبد الرحمن. بداية الحديث أحب أشكر سيدي رئيس الدولة على هذا السباق الزين، ياخذ من جميع الدول المشاركين اليوم في هذا السباق الغالي، كاس غالي علينا مشاركة فيه وتواجد وإنجاز في هذا السباق غالي علينا، وواجب علينا أن نكون متواجدين في هذا السباق الغالي. ثلاث سباقات رئيسية يعني كاس سيد الشيخ، كاس سيد رئيس الدولة يحضن بقوة من ناحية المشاركين، والدول من خارج الدولة يجون يستضيفونهم يعني المشاركة في السباقات الأغلى والأقوى عالميا. كاس الدولة كاس عزيز على أي مدرب أو أي اسطبل في دولة الإمارات، وطبعا المنافسة بتكون قوية، ولحد الآن ما بتحدد من هو الفائز، أعتقد من المرحلة الرابعة بيكون الفائز مبين إن شاء الله. طبعا في مربع الذهبي موجودة الاسطبلات المرشحة اللي هو أو الوثبة وام ار ام وام 7 واف 3. والله شوفي كل الاسطبلات في دولة الإمارات يعني جايبة أحسن خيول عندها اليوم للمنافسة، ما ظني أي واحد داخل كأس الدولة عشان يكمل، فكل واحد بغى يحافظ على اللقب. الوثبة الحين لو فازوا فيه بيكون الثالث أعتقد أو الثاني، والاسطبلات الأخرى نفس الشيء، فإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع المشاركين إن شاء الله. كل إنسان وكل فارس ودي يشارك في هذا السباق، حتى شوفين المربيين الخيل يتابعون، شوفين الأوروبيين أمنيتهم اليوم يجون يشاركون في هذا السباق، لأن سباق كاس رئيس الدولة من أقوى السباقات تعتبرنا، هذا أقوى عن سباق أقوى عن كاس العالم. الله يحفظ الشيخ منصور ما مقصر في أي شيء في 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 التنظيم، أشكره على الصراحة وشيء على التنظيم، اللجنة اللي حاطين اللجنة هنا قرية العالمية، صراحة تنظيم عالي، مستوى عالي وراقي في النزاهة في كل شيء صراحة، يعني نقول بيض الله ويوهم وما قصروا، وعلى راسهم عدنان سلطان بعد ما قصروا الصراحة، نقول بيض الله ويوهم. أول سنة تحمل أسامي كبيرة بارزة في عالم الخيل. بالنسبة لي أنا فرسي دنماركا إسبانية، خلصت عليها مرتين التوستار، والحين هذه أول مشاركة لها في 160. بيس السباق شوي كان عالي عليها بحكم الأبطال الموجودين في السباق. أول مرحلة مشينا من 28 إلى 26، في المرحلة الثانية زادوا السرعة شوي فوصلنا في حدود 29، مرات نوصل 30، والمرحلة كانت صعبة علينا. نهني قيادتنا الرشيدة على هذه البطولة حقيقة، وكاس سيدي صاحب السمو ورئيس الدولة، هذا الكاس الأغلى في دولة الإمارات. اليوم ما في شك أن هذا التنظيم بهذا العدد من الخيول المشاركة اللي أكثر من 313 حصان في هذا السباق وأكثر من 34 دولة، دليل كبير على أن هذا التنظيم ما يأتي بالساهل، ولكن قرية الإمارات القدرة أيضا من القرى اللي فيها تنظيم حقيقة عالي وفيها شفافية عالية، وكذلك بتوجيهات ودعم
سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بأن دائما تكون في شفافية وأيضا فيها أعلى تنظيم. وكذلك اليوم نرى هذه البطولة حقيقة تتميز بوجود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، دعم الكبير حقيقة لهذه الرياضة. هو كأس عالمي لأن عادة ما تكون البطولات بهذا المستوى بهذا العدد 313 مشارك، كذلك أكثر من 34 دولة. أنا قبل ما تسألين أنا راح أسألك، أنت اليوم كيف انطباعك على السباق؟ أنت كمذيعة مبدعة اليوم فارسة ما شاء الله عليك، لش تغطيات مهمة. أنا أعرف أن أنا فاجأتك بهذا السؤال، لكن بعد أعرف جوابك. الحمد لله اليوم هذه كأس غالي علينا كسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، أنا أعتبر الحضور الكبير على رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد وأصحاب السمو والعدد الكبير من الفرسان المحليين والعالمين، هذا دليل على نجاح هذه البطولة الكبيرة اللي تعد من أكبر بطولات العالم. احنا دائما نحرص على الحضور في مثل هذه البطولات لدعمها، ومواظرة اخواننا في الاتحاد الاماراتي والفروسيه دائما هم ايضا مبدعين في هذا التنظيم ومشاركة في هذا التنظيم. احنا حرصنا كلنا ان نحضر وان ننجح هذا الحدث الاول والابرز في المملكه العربيه السعوديه. حدث بهذا الحجم حقيقه الاخوان في المملكه العربيه السعوديه فاجئونا بالتنظيم، فاجئونا بالمكان الجميل. يعني محافظة العلا كانت بالنسبة لي مفاجأة، أول حضور له. يكفي يعني في نهاية السباق أن يطلق سمو الشيخ محمد يعني قصيدة شعر في هذه المنطقة الجميلة اللي بالفعل كان مكان جميل. طبعا كالعادة الإمارات نافست بقوة على هذا السباق صدارة، وجود البحرين كانت طبعا الشيخ ناصر أعلن مشاركته كانت تكون المشاركة لأن بعض الخيل ما كانت جاهز لأنهم عندهم كأس الملك في أول شهر 3، فخيلهم قاعدين يجهزون لكأس الملك. توج الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد لوكيليا ستاروود من اسطبلات اف 3 العائد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلا للسباق بزمن إجمالي 6 ساعات و14 دقيقة و12 ثانية بمعدل سرعة بلغت 25.65 كيلومتر في الساعة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في خط النهاية على هذا الإنجاز. وحل الفارس عبد الرحمن الغيلاني على صهوة الجواد سراب لإسطبلات الوثبة في المركز الثاني بزمن 6 ساعات و14 دقيقة و49 ثانية بمعدل سرعة بلغت 25.61 كيلومتر في الساعة. وجاء في المركز الثالث الفارس سالم سعيد العويس على صهوة الجواد كاستل بار من اسطبلات اف 3 بزمن وقدره 6 ساعات و21 دقيقة و8 ثواني. يا هلا فيكم. راح نروح للوصايا السبع اللي كانت في كتاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وراح نركز على الوصية السابعة اللي هي تتكلم عن تواصل وتفاؤل وكيفية توظيفه اللي كان عنوانها تواصل وتفاؤل وكيفية توظيفه في مجال الإعلام. معاي عبر الهاتف عمر المعاني، مدرب معتمد في مجال الإعلام والعلاقات العامة. مساء النور. مساء النور أخي عبد العزيز، أمس عليك وعلى السادة المشاهدين قناة الفجيرة الفضائية. يا أهلا وسهلا فيك في هذه قناتك. الله يحييك. الإعلام اليوم صار شيء مهم جدا للمؤسسات، ودوما كل أعمالها تبرزها من دور في دور الإعلام، تخرجها فعالياتها وغيرها. كيف تشوف للمؤسسات أنها تركز وتوظف الإعلام في المكان المناسب؟ تمام. مثل ما ذكرت أخوي عبد العزيز إن إحنا نشوف إن في الوقت الحالي إذا حد يبغي يوظف الإعلام بشكل صحيح وإنه يتعرف الجمهور عليه، ف
فكيف أنت بتقدم بكل شفافية وحياتية، وكيف تبرز هذه الأعمال والمنجزات على كافة وسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المرئية أو الورقية من الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي. والإعلام تراه متغير وسريع مثل ما تلاحظ عليه، وكل يوم تطرح إليه مستجدات جديدة. فالذكي والعبقري من الموظفين في والعاملين في مكاتب الاتصال المؤسسي أو إدارات الإعلام والعلاقات العامة من يواكب تلك التغيرات ويستخدم أحدث التقنيات في أعماله. شو الأهداف المراد تحقيقها من خلال اتباع هذه الوصية؟ الأهداف هي أن أنا اللي أتوقع من قراءتي لهذه الوصية إن عشان تبرز أعمالك لابد إن الإعلام هو يبرز هذا الشيء للناس عشان يطلعوا عليه ويبدوا آراءهم. والإعلام حاليا الإعلام التفاعلي أو الإعلام بما يسمى الإعلام الجديد ترى هو خير نافذة للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المتعاملين والمجتمع مع هذه الجهة بكل سهولة ومرونة. والحمد لله نحن عندنا في دولتنا لو تشاهد تطور كبير في وسائل الإعلام والرسائل حتى أيضا في المحتوى الإعلامي. نعم، رسالتك لأفراد المجتمع من خلال كتاب وصيتي؟ طبعا هي الوصية تحمل في طياتها الحقيقة الكثير من الحكم والرسائل. طبعا راح تفتح آفاقنا ومداركنا وعقولنا نحو الإعلام وأهميته. فلابد أن نستغل هذا الإعلام بشكل إيجابي لنا ونحقق فيه أهدافنا ورسالتنا الإيجابية ونحقق كل آمالنا وإنجازاتنا اللي نحن دائما نسعى إليها نحو العالمية وتحقيق المركز الأول بإذن الله تعالى. عمر المعاني مدرب معتمد في مجال العلاقات العامة والإعلام، شكرا لك. العفو عزيزي، وحياكم الله على هذه القناة المميزة واشكركم على الاستضافة. حياك الله، هذه قناتك، يا مرحبا. حياك الله يعزيزي. يا حبيبي مشاهدينا، فاصل ومن بعدها راح نواصل وياكم، خلوكم ويانا. يا اهلا بمشاهدينا الكرام. طبعا العشاء الليلي هو احد الامراض التي تصيب العين، حيث يفقد القدره على تمييز الاشياء المختلفه وما يقدر يفرق بينهم. لكن في نظاره الامل، هذا اجمل ابتكار انا شفته في حياتي، ومعي في الاستوديو هنا مخترع النظاره محمد خادم هنوري الظهوري، هو المخترع. اهلا وسهلا. اهلا، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. كيف امورك؟ الحمد لله. طيب، انت لو تكلمني عن العشاء الليلي، هذا مرض يصيب العين لاسباب كثيره، ومن هذه الاسباب سبب الماء الابيض في العيون، النقص في فيتامين اي، اي عمليه جراحيه قد تسبب هذا المرض. محمد، انت كم عمرك؟ انا في الحاديه في ال 11 عمري. متاكد؟ نعم. لا، انا اتوقع انت في العشرينات ولا الثلاثينات، لا ما شاء الله عليك انت بطل. زين، شو السبب اللي خلاك انت تخترع النظاره هذه؟ السبب اني في المجلس العائلي في يوم الجمعه سمعت عمي يشتكي من هذا المرض. عندما سألته قال لي أن السبب هو العشاء الليلي. وفبعدين أنت يلشت قلت أنا لازم أسوي الاختراع هذا، صح؟ نعم. زين، منو اللي ساعدك أنك تسوي الاختراع هذا؟ ساعدتني أستاذتي الفاضلة هيفاء يعروف وأبي ووالدي على هذا المشروع. هو أشكر إدارتي الفاضلة ومديرة مدرستي دلال الباقر على مساعدتهم وتحفيزهم لي. كل الشكر والتقدير لهم، وأنت اللي مفروض نحن نجلس نشكرك لأنك أنت إنسان كبير وبطل ما شاء الله عليك. زين، أي اختراع تكون فيه صعوبات، صح؟ شو الصعوبات اللي واجهتك وأنت تخترع النظارة هذه؟ واجهتني صعوبات أني ما استطعت أني أشارك بمسابقة أخرى. ما قدرت تشارك في مسابقات أخرى.
أنت لازم تروح تشارك في المسابقات العالمية. خليك من المسابقات المدارس والداخلية، لازم نحن نوديك في مسابقات عالمية تشارك فيها. زين، أنت شاركت في مهرجان الابتكار في دبي صح؟ نعم. كيف كان المهرجان اللي شاركت فيه؟ تعرفت على أصدقاء في هذا المهرجان، عجبني المهرجان كثيرا، وتعرفت على مشاريع وأمراض لم أعرف ما عرفتها هي؟ نعم. واستقبلنا معالي الوزير حسين الحمادي في هذا المعرض. و زين، أنا يمكن أني أشوف النظارة؟ نعم. سريع سريع، ما عليك كمر. جزاك الله. هذه النظارة. حلو. تساعدهم أنهم. زين، أنا بسميك مهندس محمد لأنك أنت بتكون مهندس مشيئة الله تعالى. المهندس محمد، شو التقنية اللي تستخدمها أنت في النظارة؟ هذه تقنية تكنولوجية اللي هي كأول نموذج لي كانت البطارية ضعيفة. تقدر ترفعها فوق أخوي محمد؟ أوكي. كأول نموذج لي كانت البطارية ضعيفة جدا، وكانت الأضواء الأمامية برتقالية. حلو. لهذا عندما عرفت عن هذا المرض أكثر فأكثر وقرأت معلومات، عرفت أن الأضواء البرتقالية تؤلم بعينهم، لهذا استبدلتها بأضواء LED لأنها بيضاء وأقوى، واستبدلت البطاريات الضعيفة ببطارية 9V لأنها بطارية قوية. ما شاء الله عليك. وبدلت أنت أن لما رحت شفت أن الليتات البرتقالية تأثر على العين، ورحت كيف 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 عرفت المعلومة هذه؟ قرأت في جوجل أن هذه المعلومة، وقال لي عمي أيضا أن هذا الضوء البرتقالي لا يدع أن يقود في الليل وفي أنا ما أشوف في الليل، وأنت بغيت تسوي زين. شيء رائع وجميل. أنت صف كم؟ أنا في الصف الخامس. صف الخامس وسويت هذا، شو تبى تسوي بعد؟ ما شاء الله عليك أنت إنسان مبدع، شو ناوي تسوي لنا على قدام؟ سأفكر بهذه الأفكار عندما أنهي مشروعي وتعاقد مع أي شركة إن شاء الله تعالى. زين، باكر بيبدأ أسبوع، ممكن تعطيني إياه؟ مشكور. اشتري باكر راح يبدا اسبوع الابتكار. نعم. اللي راح يكون ان شاء الله تعالى في الفجيره، مشارك فيه انت؟ اي مشارك. زين، انا ابي البسها. عادي البسها؟ جرب. عادي تشغلها؟ يلا انا بستاذن منهم، خليني اشغلها. شيء اشغلها صح؟ نعم. يلا بسم الله. شو مفروض اشوف؟ يعني انت تشوف الاشياء، تشوف الاشياء اللي ما يشوفها المريض بهذا المرض. اها، بالنظاره هذه صح؟ نعم. حلو. لاني انا قاعد اشوف عادي، بس هم المصابين اللي ما يشوفون عدل. نعم. زين، لازم الشركه هاي تشتغل على النظاره هذه وتنتجها في الاسواق. شو بتسميها لو قالوا لك خلاص الشركه جت قالت لك احنا بنسوي النظاره هذه زين وبننتجها في الاسواق، شو ناوي تسميها؟ بسميها نظارة العشاء الليلي. ليش يعني؟ أساس على اسم المرض؟ نعم. إذا شو رأيك نسميها نظارة محمد؟ لا مو ينفع. ينفع يا ريال، أحسن. صدقني أحسن. تدري ليش؟ ليش؟ أو نظارة الأمل. أوكي نظارة. وبس نكتب هنا محمد عليها. أوكي. على أساس إنه ما حد يسرقه ولا شيء عقب. صح ولا غلط؟ صح. وعمك شو قال لك بعد ما سويت له النظارة هذه؟ شكرني واقترح علي أن أعطيها له. لكني قلت له أنني سأشارك بمسابقات أخرى، وعندما أنهي تلك المسابقات سأعطيها له إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. زين، تقدر تسوي له واحدة ثانية ولا؟ نعم أستطيع. زين، بقول لك شيء محمد، الحين في ناس شباب قدك ما يسوون اختراعات، ما يسوون شيء، قاعدون يلعبون بالآيباد وينامون وما يسوون شيء، شو تنصحهم أنت؟ شو تقول لهم أنكم روحوا وسووا اختراعات وسووا الأمور هذه؟ أنصح كل طالب أو طالبة في عمري أو في أو أكبر مني أن يشارك في المسابقات الابتكار أو في أي مسابقات الذكاء لكي يرفعوا رأس الإمارات ويرفعوا قيادتنا الرشيدة إلى أعلى المناصب. بمشيئة الله تعالى، وأنا سعيد أني سويت معك لقاء. وأنا بمشيئة الله مؤمن أنك أنت بعد كم سنة بتكون مخترع وعالم عظيم إن شاء الله. وأنا بشوف اللقاء هذا وافتخر أني سويت مع محمد خادم هنوري الظهوري هذا اللقاء.
شكرا لك. شكرا. وأنا سعيد أني سويت معك اللقاء. مشاهدينا من هذا الاختراع العظيم نختم حلقتنا اليوم، نشوفكم على خير إن شاء الله، وكيف ما أقول لكم have a nice weekend للجميع إن شاء الله.